مزمر او تنجبيسني او خنفران مشي سنتين قوم كيري فلبسون كاتا ماتي ونجي فانجلو تانا نصما مقصاصي كيري بمخافة من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا من آيات قدامي مائدة مقابل الذين يطاقونني الذي أكل خبز ورافع علي عقبه هللويا هما أركن الآتي باسم رب الله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم ولما كان المساء تكامى تلاميذه الاثنى عشر وفيما هم يأكلون قال لهم الحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني فحزنوا جدا وابتدى كل واحد منهم يقول لعلنا ويا رب أما هو فأجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصفحة هو الذي يسلمني وإن وابن البشر ماضي كما هو مكتوب عنه فويل لذلك الرجل الذي بيسلم ابن الإنسان قد كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد فجاب يهوذا مسلم وقال ألعل أنا هو يا معلم وقال له أنت قلت وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وقسما وأعطى تلاميذا وقال خذوا كلوا فإن هذا هو جسدي وأخذ الكاس وشكرا وأعطاهم قائلا اشربوا من هذه الكاس كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم كان كثير لمغفرة الخطايا والمجد لله وأقول لكم إن من الآن لا أشرب من عصير هذه الكرمة إلى ذلك اليوم الذي فيه أشربها معكم جديدا في ملكوت أبي في ملكوت أبي والمجد لله دائما ليستوا في حكمة الله يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح مساوي الآب في جوار الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس أم مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاس بونتي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد للسموات وجلس عن يمين أبيه وأدنية في مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيم باسم الآب نزل يوم مجده مع الآب ولن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة من قدس الجامعة الرسولية ونعترف مع معمودية واحدة في غطاء ينتظر قيامة الأموات وحياة الدرقات أمين تنجوش تيفو القايد انت أناستاسيس انت نيرموت نمبيون خنتبيون سنيو
آمين. تنبرز في أنت ذو توكوس ومار شو صار مطنان بكو فول انت ننو تنوش مكو برستوس نمبك يو تناغذوس نمبم نما إذ أوب جي أب أشكك صوتي أمون إلي وسيرينيس في سيينيس الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب فلنشكر مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت بكل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها جلوس كيفو الذي يقف أمام الملائكة رؤساء الملائكة الرؤسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات وإلى شرق الذرو أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينان والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس أجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة يا الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النائم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقاذ بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين حقا نؤمن وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب وحدد يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحدين
كنحو أعمالنا. كرحمتك يا ربي وليس كخطايانا. ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. أخذ خبزنا لديه الطهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيا. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. وقسمه وأعطاه لخواص التلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلاً: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكر. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. وذاق وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين رسل الأطهار قائلان: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. وإذا هو أيضا بالحقيقة. آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين. 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصوتك للسماء نعترف، نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكر الآلام المقدسة وقيامتك من الأموات وصعودك للسموات وجلوسك عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا، نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات، نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آمين. آمين. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا آمين. آمين. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا إيريا ليسون أحزانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. يا رب ارحم. أنمو برا الإيمان سهل لنا طريق التقوى. إيريا ليسون الرعاة تثبتهم والذين يرونهم ثبتهم. يا رب
قرى اعتبها للكليروس نسكن للرهبان والراهبات كيريا ليسون أهار للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ورخام دعة للفضلاء معونا يا رب للمساكين كيريا ليسون الشيخ قويهم والذين في الحداثة علمهم يا رب ورخام خير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة لتعظم أهل البدع ونحن كلنا نحسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول يا رب من قدساتك طهارة لأنفسنا ولأجسادنا ولأرواحنا لكي نكون كلنا جسدا واحدا وروحا واحدا أي نصيبا وميراثا مع كل القديسين الذين أرضك منذ البدء أذكر يا رب بسلام الكنيسة الوحيد الوحيد المقدس الجامع الرسولية صلوا من أجل سلام الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اغتنيتها لك من دم الكريم الذي لمثيك عفظها بسلام كل الأثاقب الأرثوذكسيين الذين فيها أولا نذكر رئيس كنضنا الباب الأنبا تودروس الثاني شركي في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنبا كرولس وبين الأسقف الأنبا بولا رئيس كهنتنا الباب المكرم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريك في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنبا كيرلس وبين الأسقف الأنبا بولا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم الذين يفصلون معهم كلمة الاستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة ليروا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والدياقنين والسبعة طغمات كنيسة الله يا رب ورحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا يا رب معا ارحمنا يا الله ولا ضابط الكون اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل كل المواضع كل زيارة أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة هذه والسائر المدن الأقاليم والجزائر والأديورة يا رب ارحم ومساكننا فيها بماني إلا شعبك وكنيستك يصرخون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الأبقاء إلى ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ارفع غضبك عنا يا رب انعم على شعبك بالقلب الواحد اعطي طمأنينة لكل العالم ومزاجا حسنا للهوى تفضل يا رب مياه الانهار والامطار والذروة والعشب ونبات الحقل وهوية السماء وثمرات الارض في هذه السنة باركها اطلبوا عن هوية السماء وثمرات الارض وصعود مياه الانهار والذروة والعشب ونبات الحقل في هذه السنة
لكي يبارك المسيح إلهنا ويتحنن على قبلته التي صنعت هذا ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أسعد هاك مقدار هاك نعمتك فرح وجه الأرض يا روح أرثى ولتكسر أسمار يا عدة للذر والحصاد وذبر حياتنا كما يليق. بارك يا ربك لهذه السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. يا رب أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون ذا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب يا رب شفاء للمرضى راحة للمعوذين يا رب اطلاقا للمسبين قبولا للأيتام يا رب مساعدة للأرامل المتضايقون اشبحهم بالخيرات يا رب الساقط أقمهم والقيام يا رب ثبتهم يا رب الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل إليك اعترافهم يا رب الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنيك عدهم مع شهدائك يا رب الذين هاهنا جعلهم متشبهين بملائكاتك يا رب الممتحنون يا رب أعطهم نجاحا يا رب الذين ليس لهم عملا يا رب وفر لهم عملا يا رب نحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك نحن يا رب الغير المستحقين اقبلنا صون كريا لا يصون كريا لا اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم من اجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا كريا ليسون كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين. وحدنا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسلم جعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار والإلهية غاي رلماء الجساد المقدس.
جسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذين لمسيح الضابط الكل الرب إلينا آمين آمين صلوا يا رب ارحم السلام لجميعكم ولروحك أيضا وحدث فيها الأيام التي أراد الله فيها أن يجرب إبراهيم ويعلم قلبه ومحبته فيه أن قال له إبراهيم إبراهيم خذ ابنك الحبيب إسحاق وقدمه لي محرقتين على الجبال الذي أعلمك به كريا ليسون يا رب ارحم فقام إبراهيم باكرا وأسرج دبته وأخذ غلامين وإسحاق ابنه وأخذ سكينا ونارا ومشى على الأرض فرأى الموضع من بعيد الذي أعلمه به الرب فقال لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الدبتي وأما أنا وإسحاق ابني فنذهب ونسجد ثم نرجع إليكما وأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين كريا ليسون يا رب ارحم حاق لأبيه يا أبتا هو ذا النار والحطب وأين الخروف الذي نقدمه للمحرقتين فقال له إبراهيم إن الله الذي أمرنا أن نقدم له ذبيحتين هو يرى حمل له للمحرقتين يا ابني يا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم أخذ إبراهيم حجارة وبنى مذبحان وأخذ الحطب ورفعه على المذبح وأخذ إسحاق ابنه وربطه ووضعه على المذبح وأخذ السكين ليذبحه ونادى ملاك الرب إبراهيم قائلا إبراهيم إبراهيم انظر لا تلمس فتاك ولا تصنع به شرا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم لما نظر الرب محبتك فيه قال إني أنا هو الرب إلهك أقسمت بذاتي أني بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك
فرفع إبراهيم عينيه فنظر خروفا عند الشجرة موثقا بقرنيه، فترك إسحاق ابنه وأخذ الخروف وصاده محرقات عوضا عنه. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. ذبح إسحاق كان إشارة إلى هرق دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم، وكما حمل إسحاق حطب المحرقة كذلك حمل المسيح خشبة الصليب، وكما رجع إسحاق حيا هكذا أيضا المسيح قام حيا من الأموات وظهر لتلاميذه القديسين. يا ليسون يا ليسون يا رب ارحم. اللهم يا من قبل ذبيحة أبينا إبراهيم اقبل هذه الذبيحة منا في هذه الساعة، بارك هذه القرابين، بارك الذين قدمت عنهم، نيح نفوس الأموات، فليبارك المسيح على قلوبنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. نحن رؤوسكم سيتو بخوف الله آمين. إريني باسي يسوع. أذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة، حيث كثر الاسم تكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة ونجاسات قلب. لا تمنع شعبك يا رب من نعمة روحك القدوس، حللنا وحالل كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود ومن كل يمين كاذب،
من كل مرقات الحراتق الوثنيين. أنعم علينا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء. امنحنا يا رب أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك لقد السماوات المسيح يسوع ربنا. هذا الذي مكتب الكرام الآن وكل أمر ظهر الدور كلها أمين. أذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة القصيرة. أذكر رب سلامة أبونا البطرق الآن بتدروس الثاني الشريف المسكونة يسكن الكرام عند الدور رب كل شعب وكل بيتك أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقنا مع روحك نسد خوف الله أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم طقيتي Χριστού Αγίου Θεού αγιασμός εμπνεύμα Αγιούν. Αμήν. Ιησού Παναγιός Βετήρη, Ιησού Παναγιός Αιώς, εν το Παναγιόν εμπνεύμα, αμήν. Ειρήνη πόση και το πνεύμα Τίσου, Σώμα Αγιούν, κύμα τιμιούν, αλήθινούν, Ιησού Χριστού το Υιού του Θεού ημούν. Αμήν. Αγιών τιμιών σώμα και μελισσινών Ιησού Χριστού το Υιού του Θεού ημούν. Την Εμμανουήλ Μπενούτη, φάει πηχήν ο μέθνη. Αμήν την άτη. Αμήν, 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 αμήν. Βαρτάρφω λένε αυσέλα χείρ, αν هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا ولانه مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والد الله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا ما لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونتي سلم عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادتي وحده عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه اؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيدين الليل يا صلوا من
أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار مقدسة الطاهرة السمائي. يا رب زقصاسي كيري يا زقصاسي